ماذا تعرف عن قضية جوليو ريجيني؟ هو طالب إيطالي جاء مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لشهادة الدكتوراه، فاختطف وعذب حتى الموت، ما أثار غضبا كبيرا على مستوى العالم، وأزم العلاقات بين القاهرة وروما التي طالبت بالكشف عن قتلته. ولد جورجيو ريجيني في 15 من جانفي 1988 في مدينة تريستي الساحلية الواقعة شمال شرقي إيطاليا، وقد نشأ في بلدة فيوميتشيلو بمقاطعة أوديني الواقعة هي الأخرى في نفس المنطقة. تشير المعلومات المتوفرة عن ريجيني إلى أنه تلقى مرحلة من تعليمه في بلدة فيوميتشيلو التي نشأ فيها، وتوضح التقارير التي تناولت سيرته أنه كان يحضر لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كامبريدج البريطانية، وأنه يتحدث 4 لغات وحاصل على عدة منح دراسية. في سبتمبر 2015 قدم ريجيني إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية حول دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 جانفي 2011، وبدأ يجري مقابلات مع نشطاء عماليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة. وأثناء وجوده في مصر كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر في صحيفة المانيفيستو الإيطالية اليسارية، وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة. استعرضت مقالات ريجيني الوضع العام في مصر، وانتقدت هيمنة النظام والارتفاع المهول في قوة الشرطة والجيش بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، وأجواء القمع خاصة ما يتعلق منها بحرية الصحافة. وجاء في مقال أعيد نشره وترجم إلى أكثر من لغة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هيمن على عضوية البرلمان المصري أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، وأصبحت مصر من بين أسوأ الدول في الاعتداء على حرية الصحافة. في 25 جانفي 2016 اختفى ريجيني بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة الشمال للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة. ويشار إلى أن يوم اختفاء ريجيني صادف الذكرى 5 لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وأجهضت لاحقا بانقلاب نفذه الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك الجنرال عبد الفتاح السيسي ضد محمد مرسي، وهو أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة. في 3 من فيفري 2016 عثر على جثة جوليو ريجيني مرمية على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وقد بدت على الجثة آثار تعذيب وحروق، وتوصلت تقارير الطب الشرعي إلى أنه قتل متأثرا بتعذيب شديد استمر لأيام. وقد شرحت جثة الطالب الإيطالي في مصر ونقلت إلى إيطاليا، حيث جرت الشيعة ودفنه بمسقط رأسه، واكتسبت قضيته زخما كبيرا على مستوى إيطاليا وأوروبا والعديد من دول العالم. وبعد إعلان وفاته تصدر قائمة الأسماء الأكثر تداولا على موقع تويتر من خلال هاشتاغ جوليو ريجيني، حيث تناول المغردون تفاصيل رحلته ونهايته المأساوية. وقد أعادت مقتل ريجيني الوضع الحقوقي في مصر للواجهة، ورأت فيها منظمات حقوقية فرصة لتسليط الضوء على قمع نظام عبد الفتاح السيسي للنشطاء والمعارضين، وخطفهم والزج بهم في السجون وقتلهم تحت التعذيب. كما طالب الساسة إيطاليون وأوروبيون برد قوي ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلان مصر بلدا غير آمن للأجانب، وقع 4500 أكاديمي على عريضة تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاته وفي العديد من حالات الاختفاء التي تجرى كل شهر في مصر. وفي 10 من مارس 2016 أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين تعذيب وقتل ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر. بالنسبة لبعض المنظمات الحقوقية والناشطين المدنيين، فإن الأمن المصري هو من قتل ريجيني تحت التعذيب، لكن السلطات المصرية نفت ذلك واتهمت عصابة إجرامية بتعذيبه وقتله، وقالت في 24 من مارس 2016 إن أفراد الأمن تبادلوا إطلاق النار مع هذه العصابة وقتلوا جميع أفرادها. ولإضفاء المصداقية على هذه الرواية، عرضت السلطات المصرية بعد مقتنيات ريجيني في وسائل الإعلام، وبينها هاتفه الشخصي وبطاقاته الذكية
بيد أن السلطات الإيطالية لم تقتنع بهذه الرواية وطلبت المصريين بالكشف عن حقيقة الجهة التي قتلت الطالب. وفي 29 من مارس 2016 دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي إلى مراجعة العلاقات القنصلية بين روما والقاهرة. إذا لم تكشف الأخيرة عن حقيقة الجهة التي قتلت الطالب. كما هددت إيطاليا في بداية أبريل 2016 باتخاذ إجراءات فورية وملائمة ضد مصر إذا لم تتعاون سلطاتها بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة في حادثة مقتل الطالب ريجيني جوليو.